تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي تمتد حتى الأول من يونيو القادم. تهدف المبادرة لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. امتدت فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى الأول من يونيو القادم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. فمنذ إطلاق وزارة الداخلية المرحلة 22 منها لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60%، شهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على تدبير احتياجاتهم مستفيدين من تخفيضاتها. وقد أشاد المواطنون بتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الحالي لتخفيف الأعباء عنهم، كما أشادوا بالمبادرة واستمراريتها خاصة مع توافر السلع في قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية تشارك فيها. طبعا فكرة مد المبادرة فكرة كويسة جدا وبنستفاد منها، طبعا كل ما بتمتد كل ما بتبقى بنستفاد منها. المبادرة دي محتاجة تبقى موجودة باستمرار عشان الناس تقدر تستفيد بالأسعار وتبقى العيشة عيشة كريمة وكويسة. يا ريت تكمل بقى يعني شهرين ثلاثة كده لحد العيد الكبير إن شاء الله الأسعار تبقى كويسة يعني إن شاء الله. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار بنطاق كل مديرية واصلت توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مع استمرار فعاليات المبادرة، سواء في السلاسل التجارية أو المنافذ أو السرادقات أو من خلال قوافل السيارات المحملة بتلك السلع. كل حتة السلع بننزل نلاقيها، مفيش سلع ناقصة، لا السلع الحمد لله متوفرة بشكل كبير جدا، وده بيوفر علينا عناء كبير جدا يعني ان احنا نلاقي السلع. بقالي فترة باجي والمبادرة شغالة، بلاقي فيها حاجات كويسة جدا ودايما باخد منها، ولسه كمان دلوقتي حالا واخدة مكرونة ورز وحاجات منها برضه. المبادرة نجحت وكل الأسعار نزلت بصراحة، والحمد لله في ناس بتشتري كتير وكل حاجة تمام 24، مفيش أي شيء. اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب، احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا لو تحتاجينا بتلاقينا. منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في إطار توجيهات القيادة السياسية تواصل توفير السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة وجودة عالية حتى نهاية العام الجاري في كافة منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية. الحمد لله المبادرة كويسة والأسعار كويسة قوي، بقت تتخفض والحمد لله. احنا بنشكر السيد الرئيس على المبادرة اللي عملها لنا. احب اقول لوزارة الداخلية طبعا انهم شاكرين افضلهم طبعا على المجهود المبذل في هذه المبادرة، وان يعني اتمنى منهم واتمنى من الله التوفيق انهم يدعمونا دايما في مبادرة كلنا واحد. وتستمر الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية على الصعيد المجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، جهود تتكامل مع سعي الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة. وتستمر مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية في مرحلتها 22 بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 60% في ظل توجيهات القيادة السياسية باستمرار هذه المبادرات للتخفيف عن كاهل المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.